يعني المستجدات هي يعني على حالها، ما زال عدد كبير من الإصابات والشهداء يصل إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، يعني نظرا لاستمرار عمليات القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال اليوم كافة مناطق مدينة خان يونس، تحديدا في المناطق الشرقية شمال غرب مدينة خان يونس، وسط مدينة خان يونس، وأيضا غرب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى جنوب شرق مدينة خان يونس. كل هذه المناطق تعرضت إلى سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كان آخر هذه الغارات استهداف منزل لعائلة عبد الغفور في منطقة حي المجايدة وسط مدينة خان يونس. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أحد المواطنين حتى اللحظة، وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة، من بينها إصابات خطيرة. ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعافات تعمل في هذا المنزل للبحث عن مفقودين وعن ضحايا يعني مفترضين تحت أنقاض هذا المنزل الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بصورة كبيرة جدا. نعم. وأيضا أدى هذا القصف إلى تدمير يعني مكان آخر يوجد به عدد كبير من النازحين الذين جاءوا من مدينة غزة وشمالها وجلسوا عند عائلة المجايدة وسط خان يونس، لكن القصف الإسرائيلي طال هذا هؤلاء الناس وأدى أيضا إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى 30 إصابة بعد إصابة 10 مواطنين آخرين جراء هذا القصف. لكن القصف الآخر أيضا هو استهداف منزل لعائلة عبدين في وسط مدينة خان يونس أيضا، وهذا القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 10 مواطنين بإصابات بين المتوسطة والطفيفة، نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. إذن في مجمع ناصر الطبي وصل خلال الساعة الماضية شهيد على الأقل و40 إصابة جراء هذه الغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وصول 4 شهداء آخرين إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، وأكثر من 15 إصابة، وذلك بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عبسان ومن قبل الطائرات الحربية، وأيضا من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي استهدفت عائلة يعني عائلة أبو طير، مما أدى إلى استشهاد 3 نساء وشاب آخر جراء غارة إسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة على منزل لأحد المواطنين في بلدة عبسان، نقلوا جميعا إلى مستشفى غزة الأوروبي، علاوة على الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة عمليات القصف المتواصلة القصف المدفعي والطائرات الحربية على المناطق الشرقية من خان يونس. أيضا وربما الليلة الماضية، قبل الحديث عن ما شهدته الليلة الماضية، يعني إبراهيم حدثنا أكثر حول حركة النزوح سكان المناطق الشرقية. يعني حتى اللحظة هناك عشرات العائلات لا زالت محاصرة بالدبابات وبالآليات العسكرية الإسرائيلية، تحديدا في بلدة عبسان وفي بلدة بني سهيلة، ولا تسمح القوات الإسرائيلية المتوغلة في هاتين المنطقتين بالخروج. عندما حاولت العائلات صباح هذا اليوم، عائلة أبو جامع، عائلة البريم، عائلة الرقب وغيرها من العائلات، الخروج من منازلهم في هذه المناطق، تم إطلاق النار عليهم بصورة مباشرة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، ولا زال حتى هذه اللحظة يوجد مصابين داخل هذه المنازل، بالإضافة إلى الشهداء والمصابين المتواجدين تحت منازل أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في أكثر من منطقة في المنطقة الشرقية، منطقة معن ومنطقة الشيخ ناصر، وقبل قليل في منطقة بلدة أبو سهيلة بني سهيلة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل أدى إلى تدميرها. وكل يعني شهود العيان أو الاتصالات التي تصل إلينا تقول بأن هناك عدد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن هذه المنطقة كونها منطقة عمليات عسكرية خطيرة لا تستطيع طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من الوصول إليها، لذلك الأمر يحتاج إلى كثير من الوقت حتى يتمكن عدد من المواطنين الذين يتسللون يعني ربما إلى هذه المنطقة ويقومون بجلب المزيد من الإصابات أو الشهداء، كما حدث اليوم
عندما تم انتشال 2 من الشهداء من منطقة معن والذين استشهدوا يوم أمس، بالإضافة إلى انتشال 4 مواطنين أصيبوا برصاص القناصة الإسرائيليين في بلدة بني سهيلة، حيث تتواجد وحدات من القناصة الإسرائيليين على مبنى بلدية بني سهيلة وعلى عدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة. لذلك الأوضاع صعبة وخطرة، وعمليات القصف متواصلة، وعمليات أصوات الانفجارات أيضا نسمع أصوات انفجارات ربما ناجمة عن استمرار الاشتباكات المسلحة العنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. اليوم كان هناك سلسلة من البيانات والإعلانات التي أعلنت عنها كتائب القسام، سرايا القدس، كتائب المجاهدين، كتائب المقاومة الوطنية وغيرها، الكثير من الفصائل التي تقاتل جنبا إلى جنب في هذه في معركة التصدي لعمليات التوغل الإسرائيلية. يعني أعلنت عن استهداف منزل تم تفخيخه بالجنود الاحتلال الإسرائيلي، عمليات قنص، تفجير عبوات مضادة للأفراد، قذائف RPG، وأيضا إطلاق العشرات من قذائف الهاون على تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدة بني سهيلة. كان آخر هذه الإعلانات هو إعلان كتائب القسام قبل قليل عن تمكن مقاتليها من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة في محور شرق خان يونس. كان ربما هذا الإعلان الأخير الذي جاء قبل قليل من كتائب القسام. أيضا إعلانات سرايا القدس وغيرها التي تؤكد على استمرار التصدي وخوض اشتباكات عنيفة في محور شرق خان يونس، وأيضا في المحور الآخر وهو شمال خان يونس تحديدا، ربما يعني في منطقة القرارة ومنطقة السطر الشرقي والغربي، حيث تتواجد أيضا آليات عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة تقوم بعمليات التجريف ويعني التدمير في هذه المنطقة. إنسانيا الأوضاع كارثية، جميع النازحين الذين نزحوا من منازلهم تحديدا اليوم من شرق خان يونس وأيضا من مراكز اللواء، عندما بعدما قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذيفة باتجاه مركز إيواء ملك والذي أدى إلى استشهاد طفل صغير لا يتعدى 4 سنوات وإصابة أكثر من 13 آخرين، بدأت عملية النزوح إلى غرب خان يونس تحديدا إلى منطقة المواصي، لأن منطقة رفح هي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المواطنين، ولا يوجد متسع للناس من أجل أن يعني يضعوا رحالهم في هذه المناطق. المساجد ممتلئة، المؤسسات ممتلئة، الشوارع، الطرقات، الأراضي الفارغة ممتلئة، وبالتالي لا يوجد منطقة في رفح يعني يمكن أن يتم استيعاب عدد من النازحين. أيضا هذا العدد الكبير والكم الكبير من المواطنين يأتي في ظل نقص الإمكانات والمعدات والخدمات الأساسية لهؤلاء النازحين. لذلك عدد كبير من سكان خان يونس لجأ إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، إلى يعني ساحل البحر تحديدا في خان يونس. هذه المنطقة لا يوجد بها خدمات هي الأخرى، لا توجد بها مرافق، لا يوجد بها بنية تحتية، لا توجد بها مؤسسات ومنشآت ممكن أن تقدم خدمات للمواطنين، وبالتالي هؤلاء الذين نزحوا إلى هذه المنطقة يعيشون ظروفا إنسانيا قاهرة في ظل نقص كافة الإمكانات من قطرة الماء وحتى حليب الأطفال. هؤلاء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل هذا البرد القارس والشديد في هذه الأثناء. أشكرك، شكرا جزيلا لك إبراهيم قنن مراسل الغد، كنت معنا من خان يونس.